السلام عليكم خواتي، مرحبا بكم في حلقة فيديو جديدة. من راح نشوفو الباتمان لوست لو تيتر جديد. بون درت لكم الرياكسون كما كنتو حابين بيان سور، ومور ما تشوفوا لا رياكسون هذيك راحين نروحو خطوه بخطوه في هذه الاغنيه هذه ونقصروا عليها في الطابلو مون نوفو كونسيبت. كنت بينو بين باش ندير لا رياكسون هذه ولا ما نديرهاش بور دي ريزون بيرسو، عفايس اسباب شخصيه. صح دوكا نجامبيو في لا رياكسون ديريكتومون خاوتي لازاز. هاي تريكو تاع راب اونتي، نايس عجبني الديزاين تاع تريكو ولا سويتشيرت تريكو فوق سو. اوكي لونلي واش دخل لونلي في لوست اند لونلي؟ اوكي شوية عادل. راني شغل كارنيفور لقى غير لا فيردير ندير غنية فيها ميساج ونساني الفاكتور لو رابي مور ارز مو جي لي دو تنسي جاتك الحقيقة جي سوي مورا لانتريير مي جيت نحيها كيما في الجدي شكل فوجا مي يلعب فرديكال سيد نفهم تخمامي وقيل على بها I'm very lost the battery very low I'm very lost the battery very low yeah I'm very lost the moral very low I'm very ويجي بزواد وكان من كرهت النوز ويجي بريفار لانوين عدو النور دارت لي روبوا في الراس راه غير الدور توحشت بزاف الرجال مش كون الموس بيبي كان جات في يدي نرفدو الكابا رانا ايفيتينا قعد لك وابا عقلي مازال عليك سخن مي قلبي برد على انتري راهو لي فيرو ما انتصاما وانا طامع نزيد في الصالة تعرف الوضعية مزعوقة كيما طامع مانيش خسر هادو حقائق ما كلا تزع في طاطا تعرفيني ضايع I'm very lost in the body very low I'm very lost in the body very low yeah I'm very lost in the moral very low I'm very مانيش من الجار اللي قالوا دوماش كي كنت يحت جوبي حكايتها كيما ديام سمي بالمقلوبي حتى شيطاني يا ما قوش يطابا جيجي في نالمو عندهم الحاق يا فقري الحوت اخديت الكور راكسي بتيت تشوف ما خصنيش مش طابش ننزل وندير التور لازم نتور افيري سونيا لقليل اللي قعد في راسي يا مقول اللوزيت قد غير ما ميزيك على بيها بوزيت هدلو ديلي رافو اموال القائم بيبليك يفهم بالسوسي رجع له السوري قال لي حسو روحهم اوفو كيما البات جيري المود كيما الطور اللانس If you need a help موطيني في الكتمان ما تقدر منيت يحكمك الإدمان تشوف بلي كاين كيما انت وتولي الصابة في لافاليش الطبزش خطرات على الأس باش تولي اي لو كنت عد دولار كيما فلاسيري اللي تبحروا في جزيرة I'm very lost the battery very low I'm very lost بدل قاس ستيل في هاد الغنية نزل كاميليون الكات لي مورا لوست ثاني حاب نعرف وين كان في لافان يا في سبيطار مهابل يا في الحبس ما نعرف مي لو ستيل هذا يا اي دي كومبليتمون ديفيرون من ستيل اللي غنى به في كاع لي تيتر السابقين كومبليتمون ديفيرون كاع بدل كاع استقلب ستيل في ضربه واحده وبديت نخمم ونشكل الالبوم هذا موجد له صافي دي زاني ماشي موجد له من ضربه اللي ظهر فيه
لونلي لونلي كانت الاغنيه الاولى اللي خرجت من الالبوم وحطها هادير سويزي في لاشين يوتيوب تاعو. تسمى ماشي الاغنيه الاولى تاع الالبوم باسكو انترو هي الاولى، مي انترو حتى هي مازال ما خرجتش مام فو. دونك بور مو بدا بها الانترو تاع الكليب لوست باسكو لونلي كانت الاغنيه الاولى اللي خرجت من الالبوم فلاشين تاع هادير سويزي. مي هادي ماشي السبه الوحيده، السبه الدوزيام هي باسكو لونلي و لوست مرتبطين. كيفاش مرتبطين؟ هادير سويزي راهو لونلي باسكو راهو كلوست، تسمى نهار يلقى روحو ساهل ماغري ليريكالمون. تسمى ليريكس تاع زوج غنيات مختلفين بزاف بزاف، لي دو سوجي ماشي كاع كيف كيف، مي زوج غنيات مرتبطين ومرتبطين بطريقة بيزار بصح شابة. الكليب سيباريمون على الغنية، تسمى كي تشوف الكليب وحده بلا ما تسمع ليريكس جينيرالمون يمثل لك نظرة إلى الماضي، تسمى ريبريزونتي نظرة على الباسي تاع عادل سويزي باينة. لوني لوست هادي معمره بلي بونش لاين بزاف، بصح انا رايح ندي شيفري ولا المدراي في توب كات تاع لي بونش لاين تاع لوست. اربعه لي بونش لاين لي انا بور مو لي ميور في لوني هادي. دونك لي كات ميور بونش لاين بور مو هما الاولى راني شغل كارنيفور لقى غير لا فيردور، والدوزيام كيما في جو دي شاكل فوجام يلعب فيرتيكال عندك عقلي مازالو عليك سخون مي قلبي بارد، ودرنيرمون حكايتها كيما ديامز مي بالمقلول. نبداو باللولا رانيك شغل كارنيفور لقى غير لا فيردور. عادل سويزي سي لو كارنيفور ولا فيردور سي لونتوراج تاع عادل سويزي سورتو ارتستيكمون وفنيا. نورمالمون على حسب رايي الشخصي لوبينيون تاعي بيرسونال واش حاب يقول لك عادل سويزي هنا سيكو هو لو كارنيفور ولا فيردور. الميديا ولا تيليفزيون اي بنادم اللي يقدر يبين الصوره تاعك كسوسوا لان بلو غران بوبليك ولا في التلفزيون هما العباد امي بريزونتي ولا غير لا فيردور. تسمى العفايس اللي لازم يديرهم عادل سويزي باش يبان نقولوا زعما في لا تلفزيون ويعرضوه ويدير دي زيميسيون وكذا وكذا من هيك، لازم يدير عفايس اللي ما يقدرش كارنيفور يديرهم. تسمى لازم ياكل الحشيش، والحشيش عادل سويزي ما حبش ياكلو بار كونسيونس بروفيسيونيل و كونسيونس ارتستيك ديالو. بار اكزومبل شكون انا نشوفو فيهم يعرضوهم في التلفزيون كدا؟ صحاب راي، صحاب شيتا، صحاب دوك العفايس اللي عندهم كونتوني كيما نقولو حنايا شويه فيها اللوش. راك شايف واحد سويزي ماهوش حاب يكون فيه اللوش، وما يبقى هذا الا رايي الشخصي. لو دوزيام بانش لاين قال لك كيما في جو دي شاك الفو جامي لا فيرتيكال. لو فو في جو دي شاك هذاك البيون اللي داير هكذا نورمالمون برتشوف نعرفش نديسيني مليح لي بيون. اوكي خرجي شغل قرعه مامي بصح ماليش. المهم لو فو في جو دي شاك هو اللي يتمشى هكذايا، طب يتمشى هكذا ولا هكذايا، تسمى يتمشى اون دياغونال ما يمشيش فيرتيكال ما يمشيش اوريزونتال. تسمى لو فو في جو دي شاك جامي يمشي قباله، يمشي توجور اون دياغونال، تسمى توجور ايفيتي لي زوبستاكل و شغل امبريديكتيبل، صعيب باش تقدر تتوقع واش راح يدير لو فو في جو دي شاك. تسمى يعني الميتافور تاع لو فو في جو دي شاك سي بور سا شغل سموه لو فو المهبول اللي كومبار عادل روحو به. كيما في جو دي شاك الفو جامي يلعب فيرتيكال، عادل سويزي ما يمشي لكش فيرتيكال، تسمى ما تقدرش توقع واش رايح يدير لك، يقدر يخرج لك بخرجه من القصب نورمال. دروازيام بونج لاين عقلي مازالو عليك سخون مي قلبي بارد، سطرو على سخون ونسطرو على بارد. هنا عادل سويزي يعكسها باسكو جينيرالمون لعبت كي تسيبارا ما كاينش بنادم ولا كاينش طفله يريح قلبه عليها ولا عليه سخون وعقله اللي ينساها كومبليتمون. مي هنا عادل سويزي قال لك العكس، مازالني نخمم فيك بصح كاع واش كنت نحس من جهتك نو راح. لو كان يخمم اكثر تسمى يستعمل عقله اكثر تسمى يديكوفري اكثر تسمى يحس روحه شحال كان طنح كي كان داير كونفيونس، وهادي عفسه شغل صعيبه اكثر ملي كي تكون معكوسه كي يكون قلبك لي سخون وعقلك لي بارد. يقدر يكون العقل بارد. كاتريان بونج لاين لا ديرنيير اللي جو بونس انايا كانت عندها معنى شباب وكانت من لي ميور بونج لاين تاع الاغنيه، حكايتها كيما ديامس مي بالمقلوبي. ديامس لا رابور تاع الراب افر الراب فرونسي. ديامس كانت يور رابوز اللي كانت بيليي في الراب فرونسي، من بعد ثابت كي لحقت لافين تاع لا كارير تاعها كانت شغل شعرات سويسيدي ما ثابت ودارت جلباب وسي بون
رجعت شغل كونفرتت الاسلام والله يبارك على كل حال. من هنا قال لك عاد سويزي كيما ديامس بصح بالمقلوبي بالمقلوبي. تسمى الطفله كانت ما شاء الله مربيه في دار والديها والله يبارك عليها الله يحفظها من بعد بالعقل بالعقل الميليو داها قلعت الحجاب اذا هذاك واش كان حاب يقول وقلعت الاخلاق اذا الحجاب ولا الجلباب هو شغل شر على الاخلاق ولي مانيير وتحول التحول جذري وين ولات من طفل الله يبارك في دار والديها الى طفله كباريات ودوم عليك البنش لاين لي مير اللي انا حسيتهم في هاد الاغنيه هادي لوست ما قريت مع مره بدي بنش واحد اخرين مي جينيرالمون الاغنيه تحكي على عادل سويزي شغل اون بيرسون سيتو كي هو الي لوست لداخل روحه ما قري لي بيرسوناج تاعو اللي كاينين كاع داخل فيه مي مازالو لونلي انترون لونلي كشايف لوطرو تاع الكليب هي اللي صعيبه شويه باسكو مع الاخر تشوف عادل سويزي كشغل راهوك في حبس ولا في سبيطار مهابل مي ما مانيش سير ما قدرتش نعرف بصح بالك كابابل يكون في حبس على حساب اللبسه اورانج اللي كان لابسها باسكو الحباس جينيرالمون يلبسوهم لبسه تشينيه مي عفسه اللي نقدر نكون سير منها هي عادل سويزي تما كان لداخل راسو شو مسجون لداخل راسو ولا لداخل روحو تما من الداخل لا سول فاصون يقدر يخرج بها هي لي تيتر تاع الالبوم تاعو هلب هذا اللي هما يريبريزونتيو شغل مفاتح شغل مفاتح تاع لي سيرير شغل هو كان يدور لداخل روحو شغل لابيرانت متاهه كان يدور وكل دوره وين يلقى باب لازم يفتحها بالمفتاح واللي هما لي تيتر تاعو تاع الالبوم هلب على بها يخرجوا راهم يخرجوا بالواحد ما خرجوش على ضربه شغل راهو لداخل راسو حايب يهرب منه اي سي بور سا كل ما يفتح باب كل ما يحطونيه يشطبها كما مع الاخر راح دار عليها كروا كشغل عادل سويزي راهو كيحس في روحو ميزيرابل داخل راسو ولا سول فاصون يقدر يهرب بها من داخل راسو هي لو كان يكمل كاع لي طاش ولي طاش هما لي تيتر تاع الالبوم هلب لازم يكملهم كاع باش اونفان يقدر يهرب من داخل راسو وين راهو حاس روحو كشغل مسجون ومغبون شايف تيزنا اوكي هادي الاساس حنا تخلص الفيديو تاعنا تاع اليوم سيتي رياكسيون بلس طابلو لو نوفو كونسيبت تاعي واش رايكم في الفيديو هذه واش رايكم في الاغنيه لوست تاع عادل سويزي اذا عندكم كشافه تزيدوها من عندكم نادابيا نقرا لي كومونتير تاعكم ورايكم في الاغنيه تاع عادل سويزي نبدا عندكم كشافه تكوريجيوها لي على لا رياكسيون تاعي ولا كشافه بالك رد فيها ما نعرف خلونا في الكومونتير لتحت ماذا بكم ديروا جيم في الفيديو ولي راه جيت معنا هنا مع له غير يضربوا يخبطوا يشحط له بوطون ابوني هذاك باش يلحق كاع شي زيد اكتيفي معاك لا كلوش الجرس الصغير هذاك لو بوطون قدامو مول الكاميرا عندي صاحبي مصباح وايد اللي دونك مستر ديكاو تلقاوه ليا تاع لاشين تاعو في لا ديسكريبسيون زيدو ابوني ولا عنده مستر ديكاو سبسكرايب تو هيم نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو خاوتي العزاز تبقاو على خير